الحمد لله الذي عظم حلمه فستر، وبسط يده بالعطاء فأكثر. سبحانه وبحمده أطاعه الطائعون فشكر، وتاب إليه المذنبون فغفر. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام من الليل على قدميه الشريفة حتى تفطر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، سنتحدث عن يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر، شهر الله المحرم، لكننا سنتحدث عنه بطريقة أخرى، نبين عظمة ذلك اليوم ونبين أهمية ذلك اليوم. إنه يوم عاشوراء، يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله. ينبغي أن نتذكر أن عاشوراء هو عز ورفعة وانتصار للمظلوم. يوم عاشوراء هو غرة في جبين الزمان، لأن الله قد نجى فيه موسى وقومه عليه السلام وأهلك فرعون وجنده. فيا ترى ما قصة عاشوراء؟ وماذا جرى لموسى وهارون؟ وكيف كانت نهاية فرعون الطاغية؟ اسمعوا يا عباد الله، وتأملوا وتدبروا وتفكروا. يقول ربنا عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لقد علا في الأرض وطغى وتجبر وبلغ من علوه وطغيانه إلى حد الاستخفاف بعقول الناس، فإذا به يخاطبهم قائلا: ما علمت لكم من إله غيري. كما أذاق أهلها ألوانا من العذاب وصنوفا من الاضطهاد، فجعلهم شيعا وأحزابا وطوائف، كل طائفة مسخرة لقضاء حاجة من حاجاته وشأنا من شؤونه. وبلغ به الظلم والعدوان إلى أن يقتل الأطفال الأبرياء ويستحيي النساء، يفعل ذلك كله خوفا من الغلام المنتظر الذي سيكون على يديه تقويض ملكه وإزالة عرشه وإسقاط دولته. وبينما هو كذلك يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إذا به وبجنده يشعرون بتناقص تلك الطائفة التي سخرت لقضاء حوائجهم وخدمة مصالحهم، فاتخذوا قراراً يوافق مصالحهم الشخصية وأطماعهم التعسفية بأن يقتل الصغار عاما دون عام من أجل الإبقاء عليهم وعدم قطع دابرهم. ويا لله العجب، رغم ذلك كله يأبى الله إلا أن ينفذ أمره. تأتي المفاجأة العظيمة ويولد موسى في العام الذي يقتل فيه الأطفال، ولد
في ظل تلك الأوضاع القاسية والظروف العصيبة ولد والخطر محدق به والموت يتربص به، فخافت أمه عليه، وهذا طبع الأم، حنون رؤوم، فأصبحت حائرة خائفة تخشى أن يصل نبأه إلى فرعون فيقتله، فخافت وعجزت عن حمايته وعجزت عن إخفائه. وهنا ينزل الله رحماته، فهو الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله يا عباد الله، يوحي الله إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، فإذا خفت عليه وهو في حضنك وهو في رعايتك، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله، كيف يمكن لقلب يكاد يتفطر خوفا وإشفاقا على فلذة كبدها وهو بين أحضانها وفي فمه ثديها أن تلقيه في اليم؟ ولا تخافي ولا تحزني إن عين الله ترعاه، إنه في رعاية لا أمن إلا في جوارها. نعم، إنه في رعاية الله التي لا خوف معها. ثم قال الله: إنا رادوه إليك، أي لا خوف على حياته ولا حزن على بعده. وماذا بعد؟ وجاعلوه من المرسلين. وتلك بشارة عظمى ونعمة كبرى، فماذا جرى بعد ذلك؟ ما كان منها إلا أن استجابت لأمر الله، فألقت وليدها وألقت طفلها في البحر، وسبحان الله، انقلب البحر الهائج للأمواج المتلاطمة، انقلب كالحمل الوديع يحمل الطفل الرضيع، وعين الله ترعاه وعين الله تحوطه. إذن لا أمن إلا في جناب الله. فسار الطفل يسير في عباب البحر، فلما وصل، أتدرون إلى أين وصل؟ وصل إلى مكمن الخطورة، وصل إلى قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون. سبحان الله، أهذا هو الأمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة؟ نعم، وهنا يكمن السر. يأتي إليهم الطفل بلا بحث ولا عناء، مجردا من كل قوة، خاليا من كل حيلة، عاجزا عن أن يدافع عن نفسه أو حتى أن يستنجد بغيره، ليكون لهم عدوا وحزنا. فرأته امرأة فرعون فأحبته بمجرد أن رأته. أتدرون لماذا أحبته؟ لأن الله عز وجل قد قال: وألقيت عليك محبة مني، فكل من رآه أحبه عليه السلام. فقالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو أن نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وانظروا يا عباد الله، سخر الله لهذا الطفل المبارك زوجة فرعون التي أحبته وعطفت عليه، لم تحمه بالسلاح، لم تحمه بالجاه، لم تحمه بالمال. فسبحانك يا رب، سبحانك، سبحانك ما أصدق وعدك. هذا شأن موسى، فما شأن أمه الوالهة وقلبها الملهوف؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على نظر أو تصريف. إن كادت لتبدي به فتذيع أمرها في الناس، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة، وقالت لأخته: قصيه، اتبعي أثره واعرفي خبره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون،
وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أي أخته، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم لكم وهم يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فتلقف فرعون وجنوده، وقبلهم زوجة فرعون التي أحبته، تلقوا كلام أخت موسى بالفرحة والسرور أن وجدت له مرضعا. ويا الله ما أكرمك وما أصدق وعدك، عاد الطفل الغائب، عاد إلى أمه الملهوفة، عاد معافا في بدنه، مرموقا في مكانته، يحميه فرعون وترعاه امرأته، وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قرير. فلما رأت الأم طفلها حضنت طفلها وسالت دموعها وألقمته ثديها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويكبر الطفل ويصبح رجلا. ويكفينا هنا أن نعرف كيف فر موسى إلى أرض مدين خوفا من بطش فرعون، بعد أن قتل موسى رجلا خطأ. عاد إلى أرض مصر بعد 10 سنين، عاد رسولا نبيا مكلما. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فماذا رد الطاغية؟ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ويأبى الظالم إلا العناد والاستكبار، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فلما وصل كبرهم غايته وغرورهم نهايته، آن الأوان لوضع حد لذلك الطيش والعدوان والبطش والطغيان. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. أغرق الله فرعون وجنده. وسبحان الله يا عباد الله، سبحان الله، إنه اليم الذي ألقي فيه موسى طفلا رضيعا، فكان أمنا وأمانا وملجأ ومناما، هو نفس اليم والبحر الذي غرق فيه فرعون وجنوده، فإذا هو مخافة ومهلكة. إذن الأمن إنما يكون في جناب الله، والمخافة إنما تكون في البعد عن الله وفي ذلك الجناب العظيم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه هي قصة عاشوراء، يوم النصر العظيم للحق والمستضعفين، فهو يوم عظيم مبارك، فحق نحن أن نصومه كما صامه موسى عليه السلام، شكرا لله أن نجى الله فيه موسى عليه السلام، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتأسى بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إذ قال أحتسب على الله، أي عن يوم عاشوراء، أن يكفر السنة التي قبله. إذن هي قاعدة لكل زمان ومكان، جاءت في الحديث القدسي، في الحديث القدسي الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. فصيام عاشوراء أمر عظيم ينبغي أن نحرص عليه. نسأل الله التوفيق لكل عمل يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله. أما بعد، عباد الله، لقد قدر المؤمنون على مدار التاريخ ذلك اليوم وعظموه، بل كانت اليهود تصوم هذا اليوم ويقولون إن موسى عليه السلام صامه شكرا لله، فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق وأولى بموسى منكم. بل كانت العرب في جاهليتها تصوم ذلك اليوم وتعظمه وتكسو فيه الكعبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود وصيام التاسع مع العاشر، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فالأفضل أن يصام قبل عاشوراء، أن يصام قبله يوم، أو أن يصام قبله وبعده يوم، وإن أفرد بالصيام فلا بأس، لكننا نحتسب أجر الصيام عند الله، ونتذكر الأجر العظيم أنه يكفر ذنوب سنة كاملة. وهكذا يا عباد الله، يعظم هذا اليوم ليس التعظيم بالضرب بالسلاسل ولا بتشويه الإسلام عبر طقوس وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، بل والدعاء لمحبة آل البيت وتعصب مقيت ظهر فيه الكذب والشر. أف ثم تف لهؤلاء الذين يشوهون اسم الإسلام باسم الإسلام، ويدعون بذلك الحب. الحب بالاتباع لا بالابتداع. نسأل الله جل جلاله في هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من قدرت النصر لموسى في يوم عاشوراء، اللهم انصر أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وفقنا لكل عمل تحبه وترضاه. اغفر يا ربي ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقبل توبتنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. اللهم اجعلنا في أمانك وحرزك وضمانك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا علي يا أعلى، كما جمعتنا في هذا المكان، كما جمعتنا فوق هذا الفرش، اجمعنا تحت العرش إخوة متحابين على سرر متقابلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.